سؤال ثاني الله يعافيك، أنا في جدة إقامة زوجي ومتزوجة، فإذا سافرت عند أهلي في الرياض في أيام الإجازات ما أجلس فترة طويلة، هنا فأستاذ لواحد من طلاب الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز لي أني أجمع وأقصر الصلاة، وعملت بهذا الشيء فترة طويلة، نعم. يعني متزوجة لي فترة طويلة، المهم بعدها قالوا لي أنه لا يجوز، كيف أكفر أو أقضي الصلوات الماضية؟ طيب، سألت أيضا، هي زوجها في جدة، عملها في جدة ومستقرين في جدة، ترجع إلى الرياض نعم وتزور أهلها. نعم. طبعا هي استفتت أحد طلاب العلم فأفتاها أنها تعتبر مسافرة جاءت الرياض، ثم قيل لها غير ذلك. نعم. فالآن عندها إشكالية في الموضوع. الحقيقة أقول للسائلة ولكل من سأل في مثل هذه المسائل، إذا بنيت عملك على فتوى وقول لبعض أهل العلم المعتبرين، جميل، فلا حاجة أن تسأل عما مضى، لأنه قد مضى ما مضى بناء على قول فتوى. وفتوى لأهل العلم، فالأمر كما قال عمر لما قضى بقضاء ثم قضى بغيره، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فما مضى لا تطالب بإعادته. لكن من حيث المسألة خصوصا، هل يجب عليك الإتمام وهل أنت في حكم المسافرة إذا جئت لأهلك؟ الجواب نعم، من أفتاك بأنه يجوز لك القصر والجمع هذه فتوى صحيحة، بناء على أن حالك الآن اختلفت عن حالك السابقة، كونك نشأت في هذه البلدة وأهلك وكون أهلك فيها لا يعني أنك في حكم المقيمين، بل أنت مسافرة ما دام أنك انتقلت مع زوجك إلى بلد آخر، فمجيئك هو سفر.